مظاهرات سلمية حضارية محمية بالقانون محمية بالدستور، قال احنا ما عندنا معها علاقة. لكن التفلت والفوضى وكلامنا اللي بنقول الان بقى ما سعيدين نسمع انه بقى، لكن الان بقى نحن يا جماعة اي زول بيعتدي على الناس على اعراض الناس على حقوق الناس احنا له بالمرصاد. احنا خطواتنا كلها بالقانون، اللي جرى علينا بنعامله بالقانون، ما ببندقيتنا دي للمرتزق وللخائن وللمجرم، ما للمسكين. ما تمدوا يدكم على اي انسان الا المجرم.